بعض الشيوخ نعم. قالوا نعم مش بسمي لك الأسماء ميسالش حر أنت قالوا السحرة أي والمشعوذين أي هم من يصلون أي للشيطان أي أعوذ بالله من الشيطان ولا يصلون للقبلة أي ويتسخون أي ويصبحون من القذارة أقرب المقربون إلى الشيطان يتوضؤون بالنجاسة ويتوضؤون بالنجاسة كما نعم. قلت أنت أي أي وهذه الصورة أي؟ التي قدمت عليك أنت ولا أعوذ بالله أبه شوف يا أستاذ أراه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد خلي يقوله خلي يقوله أنا يهمني اللي يهمني أن البين على المدعي واليمين على من أنكر أو الحجة زاد يقدمها إذا كان عنده حجة مع اليمين يقدم ولذلك أنا شيوخ الغنوش البريطاني الهلاري طز فيهم به. شيوخ المرشوش طز فيهم سمحني شيوخ المخابرات الأجنبية طز فيهم احنا كي نقولوا كلمة شيخ علم وصلاح قدوة ومثال أخلاق علم وأخلاق عمل هذا مش شيوخ وكم من يا أخي الشيطان تعرف اللي أعلم الخلق بعد الله شكون اثنين الشيطان الرجيم عليه لعنة الله ثم النبي عليه الصلاة والسلام أعلم المخلوقات بعد علم الله يجي علم الشيطان الرجيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رب العلم ومع ذلك قال وما أوتيت من العلم إلا قليل لكن في ميزان المخلوقات هم أعلم المخلوقات النبي عليه الصلاة والسلام والشيطان الرجيم والعياذ بالله إذن نحن أمام مشيخة مباعة أمام كشطة مباعة ينجم يكون عالم وبايع الطرح بايع الماتش يرجو دار إفتاء أو يرجو حقيبة وزارة الشؤون الدينية أو رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى أو مفتيا للجمهورية أو ده هنالك من يقول نعم. بنفس هذا التوصيف نعم. اللي أنت توصف فيه في ناس أخرى نعم. من يصفك أنت أي. بشيخ بعد. الدجالين طيب مرحبا دقيقة بشيخ الدجالين بالمتحيل أي. بمن يبيع الفتاوي نعم. ومن يبيع السحر نعم. والشعوذة نعم. ويبيع الوهم للناس نعم. هذا هو الشيخ الهنتاتي نعم. ومن يلقبك بمسيلمة الكذاب شو عشيك أنا من حاجة قلت أنت في نفس اسمعني جاوب والله أنا أقول لك حاجة يا أخويا محمد أولا الله الذي خلق الخلق لم يجمع كل الخلق على أنه هو الله الله الذي خلق الخلق نسب إليه ما لا يستحقه نسبت إليه الزوجة والولد والشريك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق في هذا الوجود ها؟ قيل فيه ساحر وكذاب وكاهن ومجنون وضال سمحني 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 شيخ فضل. لا تقارن نفسك بالنبي محمد إنما هي مواساة النفس بالاقتداء لا بالاعتبار أنا لا أعتبر نفسي نبياً ومن يصدقني إذا قلت هذا أنا أعتبر نفسي مسلما الحمد لله وأدين بدين الإسلام وقدوتي هو النبي وسلوتي في الاقتداء هو النبي صلى الله عليه وسلم أنا لما نقول لك لما هذا أهون على نفسي ما يفتريه الآخرون ولذلك أنا نقول ربي خالق الخلق الذي يستحق منا العبادة المستمرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يلقى هذا من بعض خلقه فمن أكون أنا حتى لا أؤذى ولا أصبر على هذا الأذى ولا أجابهه بالرد بما يتناسب أنت يقال أنك تتجول في السيارات الفاخرة وتنزل في المطاعم المضخمة وتنام في النزل نعم. من أين لك من المال نعم. ومن أين لك من الجاه حتى تعيش هكذا وأنت تقول لي سيد الكريم أنك فقير نعم. ووضعيتك الاجتماعية والحمد لله بسيطة نعم من أين لك كل هذا نعم. إن لم تكن إما متحيلا نعم أو ولا عايش ولا عايش بركة هاي سيدي صلتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنا ما أؤكده لك أنني لست فقيرا كما أنني لست غنيا إذن أنا مستور كما يقال بالتونسي هذه الأولى اثنين أنا الذي يتمناه الإنسان في حياته أن يقوم به أنا قمت به وإذا باش نعمل شيء جديد راني باش نعاود منه
معنى ذلك البشر وقت الخلق في الدنيا هذه ومنيته يكمل تعليم ومنيته يخدم ومنيته يشري دار ومنيته يشري سيارة ومنيته يعرس ويجيب الصغار، ستة السابعة فيه الخوف من ربي ومنيته يحج، الثامنة تجي الموت. أنا السبعة عملتهم والحمد لله رب العالمين، وليحقد الحاقدون وليحسد الحاسدون وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أنا في عاصمة النعم، أنا أحمد الله وأثني عليه ونعوذ بالله من تحول عافيته وزوال نعمته وفجاءة نقمته. سمحني قص عليك. نعم. أنا لا أستفزك ولا نعم. أصنع البوز وإنما نعم. أنقل إليك ما اطلعت عليه على الرحب والسعة وما قيل لي نعم. حول نعرف أنا الشيخ الهنتاتي أنا قالوا لي أنت نعم. تلبس جبة شيخ الدين نعم وأنت في داخلك بزنس تريد كثيرا بزنسمان ولا بزنس بالعربي بزنس للنساء الشيخ يغض البصر نعم. وأنت تبحث على الحديث مع النسوة والدخول في المتاهات جيد يقال أن الشيخ هو من ينهى عن الفحشاء والمنكر وأنت آكل لمال اليتامى يا لطيف و يا لطيف المال الحرام هذا كلام يقال عنك باه أنت باه باه قل لا إله إلا الله محمدا رسول الله مو أنا سعيد تعرف باش بقيس أنا سعيد أنا سعيد بالأسئلة متاعك لأنك نشكرك برشا لأنك أعطيتني فرصة باش نجزم تشكرني باللسان وتسبني بقلبك حاشا لا القلب لا يسب القلب يحب يا ولد ولا أنت يسب. قلت لي من أعترفش بالحب لا 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 ما قلتش من أعترفش بالحب بالعكس أما في تفصيل عندي قناعاتي ومبادئ ولكن كقيمة هو يبقى قيمة شوف أنا الفنان الشقولي تقول خلي يقولوا واش يهم أنا بالنسبة إلي يقال عني الكثير لأني قلت الكثير وما زلت واتهموا بما ليس في لأنني أظهرت إدانات فيهم ومستعد لمزيد المواجهة ومستعد لمزيد المقارعة والمحاججة والمجادلة علاش؟ لأنه بالحق معناها نجيك حتى في الأسئلة المباشرة اللي سألتم باش ما تقولش هرب من السؤال بفضل الله عز وجل قريت الابتدائي وقريت الثانوي وقريت الفترة الجامعية داخل تونس وخارجها وسكنت في الأحياء الشعبية ودخلت ديار الناس وسكنت وتخبيت في ديار الناس في فترة النضال سنوات الجمر جيب لي واحد مش على عشر جيب لي واحد على مليار صورة أو فيديو أو قضية مسجلة ومنشورة في المحاكم أو وقع فيها البت في المحاكم هويتي واضحة وهي متاحة للجميع أتحدى أن يأتيني أحدهم بذلك ولكن لا تقول لحظة ربي لا 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 أكملك الجملة لا ربي لا مهم لا قطعني من الجمش الجملة مهمة لاستكمال الفكرة رأوا يا أستاذي الفاضل رأوا مني قتلك تنجم تكلاشي قد ما تحب أما أثبتش ما تثبتش يعني الجيش الإلكتروني اليوم صفحات الغنانيش والمراشيش والعفافيش والقراقيل خرجوا لهم في دوسيات صحيح وما زلت ومش خرجتها نعمل بها في محفل خرجتها ومشيت للاتجاهات الصحيحة متاحة الأمنية والقضائية أن دو أن الناس هذوما وجعتهم برش ولذلك لا أستغرب منهم حتى إراقة الدم فكيف لا يقع يستحيل قبل ما تقولي مستحيل هما خرجوا لك قضايا نعم بالاعداد نتاعها في المحاكم طلعت عليه انت سمحني لا طلعت عليه في المحاكم لا 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 انا شفت انا شفت قضايا دقيقه اعطيني الاطار اللي شفت فيه هذا الادعاء انا شفت بعض الصفحات اي صحيت اعداد نتاع قضايا اعداد نتاع قضايا اي بما فيها قضايا تخص عقوق الوالدين نعم خير كل انك انت نعم باسمك نعم. وبرقم بطاقة التعريف متاعك نعم. وبأرقام نعم. أنا ما نجمش نأكدها ولا ننفيها بارك الله فيك موجود. هذا هو هذا هو صلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شوف أنا سبق وإن سئلت هذا السؤال في الإعلام لما ادعى من ادعى هذا الكلام وقدمته اليوم عنا ما شاء الله موثق حتى أنا ميت تحت لطاء بإمكانك ترجع لليوتيوب تلقى حلقاتي الكل وريت الوثائق بما فيها شهادة الدكتوراه وغيرها بفضل الله عز وجل أمي الله يفضلها رافقتها للحج 5 مرات 5 مرات أنا المحرم تعرف على نفقة من؟ على نفقة الله ورسوله أصبر هني جايك أصبر
امي الوالد الله يرحمه متقاعد وخلى لها شهريه، واحنا عندنا شويه دقله في الجنوب، وعندنا شويه بله كصغار، وعندنا شويه فلاح، وعندي شويه تجاره مخبيها على الغنانيش والمراشيش. مش حج مجامله من سفاره السعوديه ابدا، تلك هي التاشيره وليست الانفاق على الحج. ثم فرق بين التاشيره اللي تعطى مجاني وخارج الكوتة الدولية لأخور الكوتة الرسمية للدولة، وإنما منحناها مش خطر عنا رفع. يعني كنت تتمتع بتأشيرات مجاملة من سفارة السعودية؟ لو كان خليتني كمل جملة لاستغنيت عن هذا السؤال. أنا علاقتي مع أعضاء الحكومة في الدولة التونسية التي تعودت كما تعودت باقي الدول الإسلامية في العالم أنها تجامل من المملكة العربية السعودية خارج الاتفاق الرسمي بين الدولتين في الكوتة الرسمية لحجاج القرعة. تبقى كوتان تاع 3000 فيزا تتعطى للشخصيات الرسميه في الدوله. انت مثلا وزير دفاع نقول لك يا سيد الوزير تاع مزيه اشفع لي عند السفاره السعوديه باش نحصل على تاشيره. وانت شكون كان يشفع لك؟ احد حكام واعضاء الحكومه التونسيه المعروفين من اتباع الشيخ راشد الغنوشي. ربما ايه ربما من غيره. نعم لا لا مش نعم. نعم لا نص نعم، لانه بصراحه بصدق يعني منهم عام فيزنا عن طريق مكتب راشد الغنوشي. باهي هناك من قال أنك شيخ الدجالين. نعم على رأسي وعيني يا باش لنت عايز ماكل أي ماكل مال اليتامى. هات الدليل وأتنقل لك الدليل. إيتي بالدليل أتنقل لك الدليل. أتنقل لك الدليل. نعم. أيام الجمر اللي كنت تحكي عليها أنت. نعم. كنت موجود ولا يعني الأيام موجود. التي تعرض فيها عدد من الإسلاميين في تونس في عهد بن علي الى التنكيل والتعذيب. يا انت موجود كنت موجود ولا طبعا قرار عفو التشريع العام وشريعه طيب. الحبس طيب كان هنالك من يرسل الاموال الى عائلات الضحايا نقدا كان هذا موجود ولا مش موجود؟ كان موجود وتنقل ابدا من اشخاص خبرك. عمري ما نشطت تعرف سموه بالله بربي لحد باش ما تتعبش روحك تربح وقتك. شوف في النهضة وقتها كانت هناك قطاعات ومؤسسات منها المجال الاجتماعي نسموه هذا. من يتولى نقل الأموال يا معلم من يتولى نقل الأموال ما يكونش محروق، يكون مش نهضاوي ظاهر، مش نهضاوي محروق، يكون واحد ممكن تلقاه داخل يسكر في البار لكن يهز الفلوس يوصلها ويجيب الفلوس من برا. يعني انا ما نجمش انا خاطر روماركي انا كنت في استشاره حدوديه لازديسات كيما جماعه النهضه كل وقتها، معناها باش تخرج من هنا باش تتفركس تفركيس كامل ويشاوروا عليك الداخليه تسافر ولا ما تسافرش، وانت راجع كانك ترانزيت كاني مش بلادك، تقعد في قاعه الانتظار تاع ترانزيت ويفركسوك من صبعك الراس. دونك الموضوع هذايا كنسل. باهي قالوا لي الهنتاتي واللي قالوا لك قجيبهم لي دقيقة قالوا لي الهنتاتي كان هو ليس من يوزع، ليس الساعي الذي يوصل المال إلى المنازل وإنما كان هو من يتسلم الأموال أبدا ويعطيها أبداً للموزعين أبدا. أنا كنت أقول لك قبيلة المجال الاجتماعي كل هذا انا ما نشطش فيه. باي باي مع السلامه. بعض العائلات نتاع ضحايا الاستبداد اي قالوا حرفا اي ان هنالك اطراف اي كانت هم يتلقون التعذيب اي واشخاص اخرين يتلقون المال مقابل ذلك، خاصه بمعنى من ماتوا تحت التعذيب. بمعنى يعني كانوا قلتش عليهم هما لاسيرونس وي بما فيهم انت. لا انا اي انا كضحيه، معناها هنا انا كضحيه صحيح. شكون كان يخلص عليهم؟ الغنوشي كان ياخذ في فلوس علينا من الجمعيات الانسانيه في العالم والاتحاد الاوروبي ومن بعض حتى المنظمه الامميه في وقت من الاوقات خذا الغنوشي فلوس خاف ربي. اي لا اله الا الله سامحني. الغنوشي اكبر سارق في الحياه الدنيا من أول ما خلق الله الخلق إلى التاريخ والساعة. الغنوشي تاجر بدماء الشهداء وتاجر بدماء السجناء وتاجر بدماء المعذبين في الرتيف الداخلية وتاجر بالتسويق بمؤتمر حقوق الإنسان في جنيف وعمل وتاجر بمعرض تصورنا ونحن معلقين وناكلوا في العصا، عمل بهم معرض في مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف وخلص عليهم واستعطى بهم الجهات الإنسانية في العالم.
الغنوشي ما يملكش، ما عندوش حتى دار، لانه هذا نقيل. ولذلك انت الغنوشي سمسر نعم، ولذلك الغنوشي البريطاني الهلاري وكلابه السائبه من الغنانيش والمراشيش والعفافيس والقراقير يعرف شو يعمل. انا كي نقول لك اكبر سارق مش نلعب، راه لانه سارق وما فيه يدوش شمعه وراه معمل نتاع الشمعه. يعني الغنوشي يكتب باسماء مستعاره، وثم حتى اللي قلبوا الغنوش، لانه المال ماشي من الحرام جاي من الحرام ماشي من الحرام، ثم حتى اللي اعطاهم مليار واثنين وثلاثه وعملوا بيه، وبعد قالوا له طير جبد. وقت اللي طاح بن علي وجات الثوره هذه الدوم، قالوا متوا احنا باش نحكموا البلاد تعطونا، قالوا لا ما نعطوكمش. وبعد قالوا نعطوكم المبلغ اللي تعطوهم لنا عام 90 ولا عام 95 ولا عام 2000 بدون مرابيح. لا قالوا تعطونا راس المال وتعطونا شوي من المرابيح. وهي كيفاش ندفعوا؟ قالوا له تدفعهم الشر كنطول الاخرين نعملوهم اقساط. قالوا لا يا خويا انا ما نجمش. قالوا كل شر مدلكم 100 مليون 150 مليون 200 مليون اي، اما جين مدلك انا 80 90 مليار. ثم واحد اكس في حي التضامن اكس تخباو عنده 200 مليون عام 90، نحن في الحبس. تعرف 200 مليون وقتها؟ تحكي على صاحبي عطيك. لا 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 حكايه فيرا صاحبي عطيك ضرب اخر اوروات. عرفت صاحبي عطيك ما عادش يغني لليري يما توا، ولا هالليري هالليري، ولا يغني هاللورو هاللورو. توا وليت فلوسه برشا صاحبي عطيك. سبيس شكاير شكاير بالحق. شفت بعينك؟ ومت بقلبي. هاني جايك هاني جايك، خلينا نكمل لك هذه الساعه. السيد هذايا في حي التضامن شو اسمه؟ توا ما نقولش على اسم. ان كنت صادقا فليتفضل. والله العظيم نعرف اسمه وهما يعرفوا اسمه. تنقول لك علاش خليني توا ما نحبش نقول اسمه، اما راني قلته في سياقات معينه، قلت الجهات الرسميه مشي اسمه، اما بالنسبه لي انا توا في الاعلام خليه، لان ثم طور تحقيقي في المساله باش ما ندخلوش هذه في هذه، باش ما يلمدوش حوايجهم. معناها السيد هذا خذا 200 مليون من الصحب يعطيه، خباهم عنده على اساس انه هذوك باش يقعدوا يمشيوا قفاف للعائلات وللمربيت السيد هذا عمل بهم هاو تو باش يعرفوا بعض الناس اللي تابعوا، عمل بهم مشاريع نتاع مواد بناء وشرى بهم اراضي في البلاصه هذيك في الفتره هذيك 200 مليون، معناها نحكيوا في 20 مليار تو على الاقل عام 90 30 سنه التالي عندهم قيمه للمستوى المعيشي والتضخم المالي عنده قيمه هنا. بعد هذا وقت اللي رجعوا الجماعه من برا وطاح بن علي وتحررنا الناس كله كذا، اي سيدي قالوا لي يجي تك 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 تك، قال لهم ما نجمش. بعد قال لهم ردوا كان 200 برك، قالوا له لا نفس الفورميل اللي كنت نعطي لك فيها توا، في الاخر اتفقوا باش يعطي 100 150 مليون توا نهزك انا. تصور بالسرقه بالكاميرات اش قاعد يبني تو تحت اشراف بلديات النهضه في حي التضامن وفي المنيله تو في اللحظه هذه. يعني مسألة ليست بالهينة، عندنا جهاز مالي سري نهضاوي شيطاني أخطبوطي في تونس، ولذلك نحن أمام معضلة حقيقية، أمام معضلة حقيقية. أما من يدعي يعني قال الراجل اللي فيهم ردوه فيه.